ديوات للمولاتي عند المستمع انتصار أم مريم. صباح الخير انتصار. صباح الخير اختي سناء. لاباس عليك اختي؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. كل شيء بخير. مرحبا بسلامك. نتمنى تكون على خير انت والأسرة ديالك ان شاء الله. الحمد لله اختي. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. مرحبا. غادي نعطيك واحد المجموعه ديال لي كيك. اييه. وعندي مسمن بريستيج وكاين تشيز بسبوسه. عشان غادي ديما كنديروا تشيز كيك. هاد المره غنعطيك تشيز بسبوسه اللي يجي زوين. غادي نبدا معك واحد الكيكه الاولى. هاد الكيكه ما فيهاش البيض وواحد المقادير اللي هي مختلفه وحتى الطريقه ديال كيفاش كنخدموها شويه مغايره. سميتها الكيكه المجنونه. أيه. عندها سميه شويه غريبه. بالنسبه للمقادير فيها كاس ونص ديال الدقيق وثلاثه ديال المعالق كبار ديال البودره ديال الكاكاو اربعه المعالق كبار ديال السنيده كاس ونص ديال الماء جوج خمارات من وزن 7 غرام معلقه كبيره ديال بيكربونات الصودا خمسه المعالق كبار ديال الزيت كبيسه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الخل. بالنسبه للكلاصاج غادي نحتاجو كميه ديال الشكلاط مثلا 8 الحبات ديال الشكلاط او 10 على حسب السيده الكميه اللي بغات دير. ياغورت بنكهه الفاني معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان واللوز ايفيلي محمر للتزيين. غادي ناخذ المول ديالنا المول اللي كيكون كيتحل مباشره ما غادي ندهنوه لا بالزيت لا الزبده لا حتى شي حاجه هكا المول يكون ناشف. غادي نخلو فيه كاس ونص ديال الدقيق غادي نديرو فيه 3 المعالق ديال بودره الكاكاو غنديرو فيه 4 المعالق ديال السنيده غنديرو جوج خمارات ومعلقه ديال بيكربونات الصودا والملحه غنخلطو هاد النواشف كامله اللي عندنا. من بعد غادي نضيفو عليها معلقه صغيره ديال الخل وخمسة المعالق ديال الزيت وكاس ونص ديال الماء اللي عندنا غادي نخلطوهم غنحصلو على واحد الكيك غندخلوها الفران طيب من 20 حتى 25 دقيقه على درجه الحراره 180 ملي غادي طيب لينا الكيك ديالنا وغادي نخرجوها غادي نكونوا وجدنا الكلاصاج غندوبو الشكلاط نزيدو عليه معلقه سريعه الذوبان نخلطوها مع شويه ديال الماء وكنخلطوه مع داك الياغورت اللي عندنا وكنسقيو به الكيك ديالنا وكنذوقوها باللوز ايفيلي ولا نقدروا نذوقوا الشكلاط بيض ونذوقها بحال شكل ديال الميفاي. المهم هي كتبقى اختياري. هاد الكيكه كتجي بحال براوني تماما كتجي زوينه بزاف. الله يعطيك الصحه.